السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في العدد الأول من حصتكم ستاد مونديال. نكون معكم قبل، أثناء وبعد الحدث لنوفيكم بجديد كأس العالم في نسختها العشرين والتي تقام بالبرازيل. ننقل لكم مستجدات المنتخبات واللاعبين ونسلط الضوء على آخر التحضيرات لدخول الحدث العالمي. اليوم نتحدث عن كأس العالم ومجدها، ونتطرق إلى مباراة المنتخب الوطني ضد رومانيا وكذا المباريات الودية التي جرت اليوم. حدث كرة القدم هي كأس العالم، نعيش الجزء الأول من حكايتها ونستحضر تاريخها من الأوروغواي إلى مكسيكو 70 بصوت سيف الدين بن زردة. كأس العالم، التظاهرة الكروية الأكبر عالميا، حكاية، تاريخ وأمجاد صنعتها أعرق المنتخبات ودونها أمهر اللاعبين خلال 19 نسخة. المنافسة الأغلى عالميا والتي عرفت سيطرة برازيلية كانت فكرة فرنسية جسدها المحامي الفرنسي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم آنذاك جول ريمي، الذي قرر سنة 1928 تأسيس تظاهرة كروية تكون فرصة لاجتماع مختلف أجناس العالم في مكان واحد. فعرفت النور بعد عامين بالأوروغواي التي نالت شرف احتضان أول دورة لكأس العالم بمشاركة 13 منتخبا، 9 عن أمريكا منها 7 عن الجنوبية و4 عن أوروبا. المباراة الافتتاحية جرت في 13 من جويليا بمونتيفيديو وجمعت فرنسا بالمكسيك، فعاد فيها الفوز للفرنسيين برباعية مقابل هدف وحيد، وكان الفرنسي لوسيان لوران وراء تسجيل أول هدف في تاريخ المونديال. المباراة النهائية كانت لاتينية خالصة وجرت على ملعب سونتيناريو بين البلد المنظم والأرجنتين. نالت على إثرها الأوروغواي لقب أولى نسخ كأس العالم بعد فوزها بأربعة أهداف لاثنين، وعرفت الدورة تسجيل 70 هدفا منها 8 نصبت الأرجنتين ستوبيل هدافا للبطولة الوحيدة التي لعبت في مدينة واحدة. 4 سنوات بعد ذلك أوروبا تستضيف النهائيات من بوابة إيطاليا التي توجت بلقبها النسخة الثانية بعد فوزها على تشيكوسلوفاكيا بهدفين لواحد في دورة عرفت مشاركة 16 منتخبا، بصم فيها العرب على أولى مشاركاتهم في النهائيات بمنتخب مصر، فيما كانت الدورة الوحيدة التي يغيب عنها حامل اللقب. تلتها النسخة الثالثة التي احتفظ فيها منتخب الاسكوادرا أزورا باللقب العالمي على الأراضي الفرنسية بعد هزمها منتخب المجر بأربعة أهداف لهدفين في النهائي، نسخة شهدت تواجد قارة آسيا ممثلة بالمنتخب الهندي. بعد ذلك غابت شمس المونديال لـ12 سنة بسبب الحرب العالمية الثانية قبل أن تبعث في منتصف القرن العشرين من بلاد السامبا، لكن البرازيليين ضيعوا فرصة الحصول على أول ألقابهم أمام إصرار الأوروغواي على التتويج بثاني ألقابه في نهائي لعب بملعب ماراكانا أمام جمهور قياسي بلغ 200,000 متفرج. ألمانيا الغربية تخلف الأوروغواي وتحقق البطولة العالمية الأولى في تاريخها وعلى أرض جارتها سويسرا في أول دورة ينقل حفل افتتاحها على تلفزيونات العالم، فثأرت على إثرها من هزيمتها أمام المجر في الدور الأول بـ8 أهداف لـ3، فانتفض الألمان في النهائي وفازوا بـ3 أهداف لـ2. سنة 1958 السويد تنظم البطولة وتنهزم أمام البرازيل في النهائي بخماسية مقابل هدفين، فاعتبرت أثقل نتيجة تسجل في النهائي، ودخل على إثرها الجوهرة السوداء بيليه التاريخ باعتباره أصغر لاعب ينال اللقب وفي عمر 17 سنة. البرازيل تحتفظ بتاجها على أرض الشيلي، فأسقطت تشيكوسلوفاكيا بـ3 أهداف لـ2 في النهائي الذي غاب عنه بيليه بسبب الإصابة. 8 نسخ نظمتها إنجلترا وتوجت بها لأول وآخر مرة بعد أن تمكن بوبي شارلتون وزملائه من التفوق على الألمان بـ4 أهداف لـ2 بعد الأشواط الإضافية. نهائي أثار الجدل بسبب احتساب الحكم لهدف غير شرعي للإنجليزي جوفري هيرست صاحب استثناء تسجيل هاتريك في نهائي المونديال، كما عرفت سنة النسخة تلك حادثة سرقة كأس ريمي من معرض للطوابع في سينتول هول قبل أن تعثر عليها الكلبة بيكلز. 21 جوان 1970 المنتخب البرازيلي يجسد قاعدة أن الكأس أمريكية كلما أقيمت بقارة أمريكا،
حيث لم يسبق لأي منتخب أوروبي أن ذاق طعم التتويج بلقب دورة تجرى على القارة الأمريكية، فتوج السيليساو بآخر كأس حملت اسم ريمي. إذن يحضر معنا سيد حكيم سبع مدرب حراس وفاق سطيف، مرحبا بكم وشكرا على تلبية الدعوة. مرحبا بك الأخ زكريا وشكرا على استضافتكم. إذن كما سمعنا في تقرير الزميل بن زردة، البرازيل تفوز بآخر كأس بمسمى جول ريمي، لكن الفكرة تجسدت في 1930 بالأوروغواي وفازت بها الأوروغواي. إيطاليا فازت بلقبين متتاليين في حضور مصر لأول مرة ممثلا عن العرب. توقفت كأس العالم مدة 12 سنة. البرازيل تخسر أمام الأوروغواي في 1950 بماراكانا. هي في الحقيقة كأس العالم ل 1950 التي نظمت في البرازيل تقدر نعتبرها أنها أول كأس عالم بالمنظوم العالمي الجديد، لأنها جاءت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وتحرر شعوب من الاستعمار. ولكن المفاجأة الكبيرة أنها كانت الأوروغواي، وتاريخيا أن الأوروغواي فازت بأول كأس عالم نظمت في تاريخ البشرية، وفازت بأول كأس عالم في النظام بالمنظوم العالمي الجديد. وكانت مفاجأة بالنسبة للبرازيليين لأنهم كانوا يظنوا أن في على أرضهم، أرض كرة القدم، في نهائي مثير جدا، الأوروغواي يتفوق عليهم ويفوز بكأس العالمية الثانية والأخيرة في تاريخه، وأمام 200,000 متفرج في ملعب ماراكانا التاريخي. لكن البرازيل ثأرت من نفسها وليس من الأوروغواي في السويد وفازت بأول كأس في نهائي مثير أيضا. نعم، هذا كان ثأر بالنسبة لهم وكان تحدي، لأن باش يبرهنوا للعالم أنهم كانت عثرة جواد انهزامهم في عقدهم أمام الأوروغواي، وهذه هي اللي كانت الانطلاقة الحقيقية للكرة البرازيلية وهيمنتها على الكرة العالمية. أول لقب تاريخي. بيلي أيضا كان تاريخيا 17 سنة يفوز باللقب، أول لاعب يفوز باللقب. بالطبع الموهبة بيلي ظهرت للعالم في مونديال 1958، وبظهور بيلي ظهرت الهيمنة وسية تسيد الكرة البرازيلية على الكرة العالمية. البرازيل تفوز في الشيلي مرة أخرى في العام النسخة الموالية، هذه المرة في غياب بيلي الذي أصيب في النهائي. الجميع تشاءم في البرازيل عن هل يمكن للبرازيل أن تفوز بكأس العالم في غياب بيلي، لكن البرازيل كانت لحمة وكان فريق لا يستهان به. كما قلت آنفا، البرازيل ستسيد كرة القدم على العالم، ليس فقط ببيلي. بيلي كان وراء فريق متماسك، فريق فني، كانت الكرة البرازيلية فنية رائعة وعالية. بيلي كان كأنه مقدم البرامج في الفريق البرازيلي. كانوا جنود الخفاء بعد غياب بيلي في النهائي اثر الإصابة. لكويكيبي تاع بيلي في الفريق بينوا المهارات اللي كان بيلي متحيز عليها نظرا لصغر سنه، لانه كانت المفاجأة انه صغير السن. على هذه غطى على رفقائه، ولكن في النهائي بإصابته ظهرت قوة الفريق وظهرت الميزة على الفريق البرازيلي. لكن 17 سنة بهذه الشخصية القوية، لماذا لا يحدث هذا الآن؟ هذه تاريخيا يقول لك كل قرن عنده الأمجاد نتاعو في كل الرياضات. بيلي أسطورة، بيلي شيء حصل ربما يحصل مرة أو مرتين أو ثلاث مرات في التاريخ البشري. إنجلترا تفوز بأول كأس تنظمها، أول وآخر كأس في على أراضيها، في نهائي أيضا مثير 4-2. بوبي تشارلتون كان أدى لقاء في المستوى، لكن الحدث في هذه النسخة هو سرقة كأس العالم. نعم، هذه كأس العالم اللي تنظمت في هذه السنة أنا نسميها كأس عالم النبلاء، لأنها فازت بها إنجلترا، وإنجلترا معروفة بنبلائها. ولكن اللي اعطتها اكثر حلاوه واكثر اكثر اكثر اثاره ان النكهه انها سرقت. النبلاء يفوزون بكاس عالم واللصوص يسرقونها. وللتاريخ انها مؤخرا وجدت في البرازيل، عند
من حوالي شهر عند بارون من البارونات البرازيليين، وهذا يعطي ربما تكهن انها ستعود لانجلترا. هذه ستسجل عليك ام لك لا ندري. البرازيل تعود مره اخرى وتفوز باخر نسخه بهذا المسمى، مسمى جوليريمي. البرازيل تهيمن دائما على كره القدم. نعم نعم بالطبع، البرازيل مهد كره القدم، حضاره كره القدم. لو نشاهد ان اللاعبين البرازيليين منتشرين في كل انحاء العالم، اذا من الطبيعي ان الكره البرازيليه تهيمن على الكره. وان شاء الله ان شاء الله احنا الفرجه اللي راح تكون اللي راح يمدوها لنا البرازيليين في بلدهم، هما حقيقه اخر كاس تاع جوليريمي قبل ما ان تسرق فازوا بها الانجليز. نعم. ولكن الان بعد بالنسخه الجديده لهذه الكاس العالم كانوا هناك فايزين واخرين، ولكن تبقى دائما الحلاوه والنكهه هي يقدموها البرازيليين. البرازيل، يقول البعض المنتخب البرازيلي او المدرب الذي يدرب المنتخب البرازيلي عليه ان يكون استثناء بتحديد قائمه 64 لاعبا وليس 23. هي لو كان المجال مفتوح البرازيليين يحط حتى قائمه 200 لاعب وما يخاف. ما يخاف، ولكن ولهذا المستوى المنتخب البرازيلي يكون عالي جدا، لانه عنده مجال اختيار واسع جدا بالنسبه لمنتخبات اخرى. ولهذا انا واش نقول، ربي يكون مع الناخب الوطني البرازيلي، لانه في مهمته صعبه 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 وصعبه جدا لاختيار النخبه اللي راح يحضر بها المونديال. أكيد كأس العالم بمسماها الجديد عرفت الجديد، وسيف الدين بن زردة يجول بنا مرة أخرى في آخر 10 نسخ. في عام 1974 ألمانيا الغربية تستضيف البطولة وتفوز بها على حساب المنتخب الهولندي بهدفين لواحد في النهائي، ليتسلم القيصر بيكنباور ثاني كأس في تاريخ المانشافت. آخر مونديال في حقبة السبعينات أقيم في الأرجنتين، وشهد خسارة الهولنديين لثاني نهائي تتاليا بعد انهزامهم أمام صاحب الأرض بأقدام هداف الدورة ماريو كامبس وزميله بارتوني. سنة 1982 كأس العالم تعود إلى أوروبا وتحط الرحالة بإسبانيا التي ارتفع عدد المنتخبات المشاركة فيها إلى 24، بينهم المنتخبان العربيان الكويت والجزائر. هذه الأخيرة صنعت المفاجأة في الدور الأول بهزمها المنتخب الألماني بهدفين لهدف من تسجيل رابح ماجير والأخضر باللومي، ثم تسببت في تطبيق قانون من طرف الفيفا يقضي بلعب مباريات آخر جولة في توقيت موحد، بعدما سمي بمباراة العار التي تواطأت فيها ألمانيا والنمسا على إقصاء الخضر. تأهل ألمانيا الصعب إلى الدور الثاني قابله بلوغ النهائي عن جدارة قبل اصطدامها بشبحها الأسود إيطاليا الذي فاز عليها بثلاثية مقابل هدف وحيد. المكسيك تستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخها عام 1986، ضيع خلالها الألمان اللقب للمرة الثانية على التوالي، وانهزموا أمام المنتخب الأرجنتيني المدجج بمارادونا، فالدانو وبوكوتياغا الذين أهدوا لبلدهم الكأس الثانية. سنة 1990 منح فيها هدف أندرياس بريمو الكأس لمنتخب ألمانيا أمام الأرجنتين، فحمل القائد ماتيوس الدرع الغالي في ملعب روما، وشهدت الدورة تأهل أول منتخب إفريقي للدور الربع النهائي ممثلا في الكاميرون التي انهزمت أمام إنجلترا بصعوبة كبيرة مع تألق كبير للأسود غير المروضة بقيادة روجي ميلا. 1994 الولايات المتحدة الأمريكية تنظم المنافسة العالمية والبرازيل تتوج بها للمرة الرابعة في التاريخ بعد هزمها لمنتخب السكوادرا أزورا في النهائي بضربات الترجيح التي كانت الفيصل لأول مرة في تاريخ البطولة. آخر نسخة من القرن العشرين أقيمت بفرنسا ب32 منتخبا، فجمع نهائيها البلد المنظم بأكثر المنتخبات تتويجا، وصاحت ديكة 3 بقيادة الأسطورة زين الدين زيدان في وجه السيليساو، ونالت فرنسا أول وآخر ألقابها. بداية القرن 21 عرفت فيه كأس العالم حدثين، تنظيم قارة آسيا الحدث لأول مرة وفي دولتين كوريا واليابان، وابتسمت القارة الصفراء للمنتخب الأصفر الذي أضاف لقبا خامسا إلى رصيده على حساب ماكينات ألمانيا بثنائية الظاهرة رونالدو، بينما ميزها تألق منتخب السنغال الذي بلغ الدور الربع النهائي
وخسر أمام المنتخب التركي الذي حل ثالثا. آخر نسختين عرفتا تتويجا أوروبيا، الأولى في 2006 فاز بها الإيطاليون بضربات الترجيح أمام الديكة الفرنسية في نهائي شهد طرد زيدان بعد نطحه ماتيرازي، والثانية احتضنتها لأول مرة قارة إفريقيا من بوابة جنوبها في بلاد مانديلا، والتي تابعت إقصاء غانا في ربع النهائي أمام الأوروغواي بضربات الترجيح. آخر الدورات تألق فيها الإسبان وأهدت أقدام إنيستا اللقب الأول للماتادور، والعاشرة لأوروبا في نهائي دون ثالث إخفاق لطواحين هولندا. 19 نسخة على مدار 84 سنة، 9 ألقاب لقارة أمريكا، 10 للقارة العجوز، في انتظار ما سيحدث في مونديال البرازيل 2014. فهل يعود التكافؤ بين القارتين مرة أخرى؟ وهل توسع أوروبا الفارق أم أن مفاجأة تلوح في الأفق؟ إذن الماتادور يفوز بآخر نسخة في كأس العالم، أبطال جدد في العشر نسخ الأخيرة فرنسا وإسبانيا. هذه تخلينا نشاهد أنه كاين نظام رياضي كروي جديد، لأن كانت الهيمنة البرازيلية، هيمنة الكرة اللاتينية على كرة القدم، ولكن الكرة في أوروبا تطورت ورجعت علمية أكثر. ودليل على ذلك أنه في أربع خمس مونديالات تكون البرازيل تفوز بواحد اللي كانت هي مهيمنة على الكرة. وهذا نظرا للتطور الكرة وتقارب الكرة الأوروبية، كانوا يتقاسموا بين بعضهم البعض الفوز بكؤوس العالم. ومؤخرا إسبانيا قدرت تفوز بكأس العالم، وأنها كانت في المحافل السابقة تلحق أقصى تقدير تلحق للربع النهائي. والان انا نشاهد في منتخب اسباني مهيمن على اوروبيا وعالميا، لانه مرتين في اليورو ومره في كاس العالم، لانه الحائز، لانه صاحب اللقب وراح يدافع على اللقب نتاعه. وهنا يخلينا نفتحوا قوس انه الامور العلميه بدات تطغى على الامور الفنيه في كره القدم، ليس بشكل كبير، ربما لأن البرازيل أيضا فازت مرتين في هذه العشر نسخ الأخيرة، الأرجنتين أيضا فازت، إيطاليا المدرسة معروفة، وألمانيا، لكن ألمانيا الغربية، ألمانيا الحالية لم تفوز بكأس العالم، ما هو السبب يعني؟ ولكن باش نعقب على كلامك، إذا عدنا للبرازيل، البرازيل تنشاهدوا لاعبينها يلعبوا في أحسن الأندية الأوروبية. أحسن الأندية الأوروبية. ألمانيا أنا نظن باللي الكره نتاعها جد متطوره، وهذا خير دليل ان الانديه كبايرن ميونخ، بوريسيا دورتموند، وبايرن ليفركوزن كل عام يكونوا في نهائيات كاس رابطه ابطال افريقيا، ولا النسخه الاخرى من بطوله افريقيا هي كاس الانديه. إيطاليا راهي صاحبة النسخة ما قبل الأخيرة، هذا يدل على أن الكرة الأوروبية مهيمنة. وألمانيا أنا أرجح أنه السبب اللي ما يخليهاش تلحق باش من بعد تلحق باش ما تفوش بكأس العالم، أن لاعبينها يلحقوا إلى المونديال، يلحقوا تعبانين، يلحقوا بمجهود، لانهم يلعبوا في احسن الفرق العالميه، ربما سوء طالع، لان اسبانيا فريق برشلونه لعب ست منافسات تقريبا وفاز بكاس العالم، ربما سوء طالع، ربما شيء ما ينقص المانيا. بالحديث عن المانيا، العوده الى 82، المانيا تسقط امام الجزائر في لقاء تاريخي يتحدث عنه الكثيرين حتى اليوم. نعم، وهذا كان سبب المشاركة الجزائرية في مونديال 1982، كان سبب تاريخي لدعا الفيفا باش يعاود يراجع حساباته في قوانين التنقيط للمقابلات، بسبب الفضيحة اللي كانت بين ألمانيا بين فريق النمسا والفريق الألماني. وألمانيا سقطت مع الفريق الجزائري في أول مقابلة ب2-1، ولكنها في الأخير كانت في النهائي وخسرت النهائي أمام وهذا يدعو إلى أن الكرة الألمانية كانت في أوج عطائها بلاعبين قويين، رغم أن الآن عندهم لاعبين أقوى ولاعبين قويين،
ولكن هناك منتخبات أقوى من الفريق الألماني بالحد أكيد. المنتخبات، بالحديث عن المنتخبات الأقوى والمنتخبات العملاقة، فريق عملاق ومنتخب عملاق آخر لم يكتب له أن يتوج بكأس العالم هولندا، بيغوليت وبفون باستن حتى بكلايفرت لم تتوج بكأس العالم، ما الذي ينقص منتخب هولندا؟ الفريق الهولندي هو قصة أخرى، بحيث درامية. نعم درامية، لأننا نرجع إلى مونديال 1978 اللي كل العالم كان يرشح هولندا باللعب الشيق نتاعها بطريقه جديده اللي اضافوها للكره العالميه، لعب كره قدم بدون حسابات، الهجوم والهجوم والهجوم. نهزموا في اخر المطاف امام منظم الدوره الفريق الارجنتيني بقياده الاسطوره ديجو. لا ديغو لم يشارك. في 78 في 86 ديغو مارادونا. ماريو كامبس. نعم ماريو كامبس. الفريق الهولندي من بعد خسر نهائي بطولة أوروبا أمام فاز بكأس أوروبا للأمم أمام العملاق الروسي، ومن بعد نجد دائما أن المنتخب الهولندي أقصى تقدير له هو نصف نهائي في كأس العالم. إذن الكرة الهولندية كرة قوية، كرة في مستوى عالي، ولكن بقات لهم هذا لازم الطفرة هذيك اللي تخليهم يجتازوا الحاجز النفسي للنصف النهائي ولحقوا للنهائي مع إسبانيا، وشفنا كيف أنهم ضيعوا عدة فرص. روبن ضيع 4-5 فرص لوجه أن يستسجل الهدف. سيطروا بالطول والعرض على من ناحية الهجوم، من ناحية الفعالية في الهجوم ما كانوش فعالين، ولكن لحقوا أكثر من المنتخب الإسباني للمرمى الخصم. ولكن كرة إنيستا هي اللي صنعت الفارق، روبن صنع الفارق بتضييعه لأهداف محققة، ولكن أنا بالنسبة كمدرب حراس ما نقولش أنه روبن ضيع، لكن روبن كان يلعب ضد جدار مانع اسمه كاسياس. إيكر كاسياس. إذن هولندا تعجز عن الفوز، والمنتخبات الإفريقية تعجز عن تخطي الدور الربع النهائي، الكاميرون، السنغال، وغانا مؤخرا أمام الأوروغواي بضربة الجزاء في مقابلة ألمتنا كثيرا. هذاك أمر آخر. الكرة الإفريقية اتطورت، ولكن ما زال شيء واحد مهم، أنهم يحسوا أنهم قادرين على اجتياز حاجز الربع النهائي. لو شفنا حللنا قليلا كيف أنهم خرجوا من الربع النهائي، هي بجزئيات الكمال في اللعب. ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة، جيان أساموا وكأنه سينفذ قنبلة لأنه كان لديه الوقت حتى يتريث. المفروض أنه جيان أساموا هو الذي يلعب على الأعصاب حتى تنرفز وسدد الكرة في المرمى، سواريز أنقذ من مقصرة في الأوروغواي. ولكن قبل ما نلحقوا ضربة الجزاء نلحقوا كيف كانت المقابلة، كيف سارت المقابلة. كرة برازيلية كانوا قادرين يخلصوا على الخصم نتاعهم آنذاك في 90 دقيقة، ولكن كما قلنا أنه الكرة الإفريقية، الذهنيات الإفريقية الآن كرة إفريقية متطورة، ولكن الذهنيات هي اللي ما زالت ما تطورتش. لو تطور المنتخبات، أنا أرشح لو تطور المنتخب الكاميروني، المنتخب الإيفواري، وخاصة المنتخب الغاني ذهنيا، أنهم يجيبوا الذهنيات اللي يلعبوا فيها في أنديتهم الأوروبية، ربما نهائي وما تكونش مفاجأة، لأن في كأس في ثلث النسخ تاع كأس العالم اللي فاتت المنتخبات الإفريقية هي أحسن منتخبات قدمت كرة قدم. لكن الأمر يبدو غريبا نوعا ما، لاعبون يلعبون ينشطون في الأندية الأوروبية، يحتكون بلاعبين كبار في الأندية الأوروبية، الذهنية في أنديتهم موجودة، إيتو صامويل يسجل في نهائي كأس ربط أبطال أوروبا مع البارسا، دروغبا أيضا يسجل، إيسيان، لكن عندما يأتون إلى منتخباتهم ربما نوع من الكبر، لا أدري لماذا. أنا ما نأخذوش من هذاك المنظور، أنا نأخذه من منظور أنه في الدول الإفريقية كيف يتعاملون مع منتخباتهم هما، لأن أنا أظن أن إيتو أو دروغبا أو إيسيان أو يوكولو توري ما عندهم مشاكل مالية، ما عندهم أي مشكل في أنديتهم. لما يتعلق الأمر بالمنتخب ونهائيات كانت إفريقية أو عالمية يطرح المشكل العلاوات، المشاكل المالية. أنا بالنسبة لي هذو اللاعبين ما عندهم مشكل مالي، يقدر يترفع على علاوة من أجل تمثيل
منتخب بلده، ومن أجل أن يكون أول فريق يكون في النهائي هذا حدث تاريخي، حدث تاريخي بالنسبة لأي لاعب. ولكن ذهنيتهم الإفريقية هي تخليهم دائما في آخر المطاف يدخلوا في مناوشات وصراعات مع المسؤولين الكرة في بلدانهم على علاوات، على أشياء تافهة، على أشياء تافهة. فعلها إيطو أمام المنتخب الوطني الجزائري، ومؤخرا لاعبو المنتخب الكاميروني يطالبون بمنحة خاصة من أجل المونديال لا يلعب من أجل المنح. هل إيطو يحتاج إلى علاوة؟ هل يحتاج إلى مال؟ بالنسبة لو نقارن ما يطلبه إيتو كعلاوات وكمكافآت، هل يقارن بما يقدر أن يعطيه هو كلاعب للمنتخب لو وصل إلى نصف نهائي أو نهائي؟ ماذا يتحصل لو ألحق فريقه في من نصف نهائي أو نهائي مونديالي بالنسبة للمال الذي يطلبه كمكافآت من الفيدرالية الكاميرونية؟ لقد تهنا في عقليات اللاعبين الأفريقيين مثل ما تهنا في أفريقيا. الاستعدادات متواصلة والتحضيرات في لمساتها الأخيرة قبل 6 أيام عن انطلاق المحفل العالمي.